الكون العظيم يبارك حياتك يا أختي المباركة، وأعرفي أيضا حياتك عظيمة وأنت مقبلة على ظروف عظيمة حقيقة، خاصة في هذه السنة. كل شخص يسمعنا نقول هذه السنة يا شباب هي سنة السلام الأبدي وسنة خير أبدي، وأيضا سنة الصعود. نعم، كثير يعني يصعدون إلى عوالهم الكونية ويتعرفون على حقيقتهم. نحن أصولنا من النجوم، كائنات، نحن كائنات نجمية. أعرف هذا أخي وأختي، كل واحد يسمعني أقول لك وأقول لك أخي وأختي، نحن كائنات نجمية. عائلتك الكونية تبحث عنك، تعرف الآن هم مئات الآلاف من المركبات الفضائية حول الأرض وملايين من الاتصالات. نعم، يعني من الجنس البشري يتصلون بعوائلهم الكونية واتصالات عظيمة. فأنت عزيزتي، أنت قلت الآن، ممكن نقول أنت الآن بالمستوى الثاني، أقصد كأنه تغيرت درجة اتصالاتك واتصلت الآن بكائنات البليديان، لكن عينوا لك كما أنت قلت شخصية أعلى، شخصية ضوئية أكثر طاقة. ايه صح، أي، وكيف بس كانت هاي الجلسات الجديدة؟ والله صراحة كتير قوية، يعني ما أي حتى من وقت اللي بكون على النفق أنا بشوف المركبة وبشوف الكائن. أي هاي بس يعني في النفق، قصدك أثناء النفق؟ وأنا قدام النفق أي بشوف، بكون شايفة المركبة نعم. والكائن جواتها أها، وأنت قبل بيكون التسجيل، متواصل، بيكون أي متواصل معي. يعني هو طيب كيف صفاته؟ دعونا خلينا نستمر. كيف هو صفاته؟ أنت قلت قبل التسجيل طاقة، هو طاقة جدا قوية. طاقته قوية جدا، أي هو طاقته قوية جدا صراحة، يعني نعم، حتى لما بيتواصل معي بالتخاطر من غير الجلسات أي بحس، يعني بس بيصير تواصل بحس بالفيبريشن في الجسم كله، نعم. طاقته قوية جدا. طيب انت مو ايضا مثل الكائنات اللونية تبع البليديان اللي كنت بتواصل معهم، هو هذا ايضا البليديان، حتى فهو الطلاب بليديان. يعرفون. ها، ايه صح، بس شكل تاني، شكله تاني مختلف عن الكائنات الأولين. هو شكله مثل البشر، اي كمان بيشبه البشر، نعم، بس لونه مو لونه مثل الأزرق السماوي، اي وفيه مثل لمعة الميتال. نعم وشعره قصير مثل نعم شعر الرجال هون بالأرض صراحة. اي اي طيب انت ايضا مره اخرى، انت قبل التسجيل قلت شيء مهم، يعني انا هيك اثار انتباهي، انه انت قلت في جلسه انت رجعتي ممكن الى الكائن الاول، او الجلسات الاولى انت كنت تلتقين بالكائن الاول اللي هو الاتصالات تكون سهله، وانت وهو في جلسه صعدت الى القائد الثاني او الكائن لا، الثاني. كيف ممكن؟ هو طلب مني، لأنه الكائن الأول لساته كمان بيتواصل معي، اي لحد الان. بيتواصلوا معي، اي وكنت اتصل بي الكائن الأول قال لي نعم، راح تطلعي عندي أول وبعدين نروح بعدين أنا باخذك عند الكائن الثاني. هاي في قلت جلسة خاصة انت عملتيها، بجلسة خاصة طلعت، يعني فقط من فضلك، يعني انت في جلسة خاصة ذهبتي اولا الى المركبة الاولى الأولى اللي كان فيها الجلسات هذه اللي انت اللي كنت بعملها بالأول تعمليها. الجلسات. نعم، تلتقين بالكائن الاول من البليديان، وقلتي هذه جلسات بالنسبة لك بسيطة سهلة يعني، سهلة. بسرعة بطلع بسرعة اي يعني، وبكون مركزة وحاسة نعم، بكل شيء. طلعنا اي وعملنا مثل جلسة، قعدنا مقابيل بعض، ومثل دخلنا في جلسة مثل تأمل. اي شفت انه كأنه ضوء طلع من عندي ومن عنده، طلعوا لفوق واتحدوا وصاروا قوة واحدة، صاروا ضوء واحد. عجيبة. اي وبعدين وانت ما بتعرفين ليه هذا حدث؟ لا، انا في الاول صراحة ما كنت عارفة طيب شو اللي عم بيساووا. اي بعدين قال لي
بعدين أخذني عند الكائن الثاني، والكائن الثاني قال لي ضروري تصيري تعملي هيك، لأنه لما بتتحدي معه الوعي تبعك بي 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 مثل بيفتح أكثر، يعني بيعمى هذه أكثر. قصدك، هي هل هاي تعتقدين هي أول جلسة التقيتي بالكائن الثاني؟ لا لا، مو بأول جلسة يعني، كنت بروح وبقول له دايما، بقول له أنا ما بعرف شو اللي بيصير بالجلسة صراحة، لما بتواصل معه من غير الجلسة بقول له يعني، ما بحسها، ما بعرف، بحسها مثل بتمر بطيئة جدا يعني، بكون عند النفق وكأني بغيب لا عن لا، بس الوعي. احنا اكو مو حتى اريد نوضح حتى المستمعين المشاهدين، بس لو تسمحين لي من فضلك، انت تذهبين الى الكائن الثاني، كيف حصل يعني فجأة ذهبتي للكائن الثاني؟ بأي جلسة؟ ما هو كان بيتواصلوا معي اثنيناتهم يعني، في جلسات مختلفة. هو أول جلسة حطلع عنده للمركبة اللي المركبة كان الثانية تانية، كان معي اللي هو الكائن الأول. بس دقيقة دقيقة بس دقيقة من فضلك، اللي هو الكائن الثاني، إيه. هذا الكائن الثاني عنده طاقة عالية، تمام؟ هذا أول جلسة، كيف تعرفتي عليه في أول جلسة؟ هل الكائن الأول أوصلك له؟ أول جلسة صراحة، أنا أول كيف حتعرف عليه، صحيت كنت نايمة أي وصحيت من النوم نعم مثل شي صحاني، وقمت أي لما طلعت لقيت الصالون جاي منه ضوء أزرق عالي جدا يعني، مثل ضوء آه البيت أي كله. أي لما رحت عم بطلع من الشباك لقيت السما كلها أضواء يعني، الله، فوق طبيعة النجوم، سماء الأرض، سماء، سماء السماء الله احنا. أي واستغربت يعني، وضليت عم بفكر شو اللي صحاني وليش قمت على الصالون، أي ورجعت نمت. طيب ثاني يوم نفس الوقت أي لما صحيت حسيت في تواصل مع، في حدا متواصل معي، آه. وظل هالتواصل قال لي انه انا اللي حبلش المرحلة الثانية معاكي، كائن آخر كائن اخر مدهش قال لي هذا، انه أي انا اللي حكمل المرحلة، هذا حبلش أتاكي المرحلة كيف، بالصوت أم بجلسة أم بفكر؟ مثل أفكار، مثل الفكرة تجيني واضحة كانت يعني. واضحة، أفكار واضحة. وحتى سألته، قلت له امبارح أنا صحيت لأنه أي حسيته شيء غريب، نعم، صحيت وما عرفت ولقيت السماء، قال لي أنا اللي كنت بعدت لك. الله، أي وفعلا قال لي فعلا اللي بتشوفيهم مركبات يعني، إحساسك مدهشة، صح، أي ما لازم تكذبي إحساسك، لازم تكوني نعم، دائما. أي وخلص قلت له اليوم بالليل راح، قال لي لازم نبلش، قلت له تعملين جلسة، جلسة. أها، في ولما نفس طلعت اليوم اللي رأيت السماء هذه يعني لونها و بالليل أنا لقيتها تقريبا، مثلا نمت الساعة 12 بالليل بصحى، أي وتاني يوم بالليل عملت الجلسة، طيب، ثاني يوم عملتيها بالليل الجلسة اللي هي جلسة ذهبتي أيضا سافرتي من خلال النفق. النفق. أي وانا ما كنت عارفه صراحه، قبل لما وصلت على النفق انا ماني عارفه، صرت افكر انا يعني حروح وين، بدي اطلع كيف، بدي اعرف آه اي أي مركبه، وانا متعوده يعني بلاقي المركبة، بس بوصل بلاقي هذيك المركبه الاولى بيفتحوا يعني، بشوف الكائن بيفتحوا لي، بلاقي ضوء نازل وبطلع مع الضوء هذا، صرت عم رائع بفكر. جدا، اي وشوي انه انا في النفق لمحت مركبه كريستال، هي شفافة نعم، وفيها الكائن، وأنا الكائن لأنه كانت جاتني صورته، شفته بالنوم، جاتني صورته في النوم اها، الكائن الثاني الآن. ثاني، وكنت أنا ليه سألت أكرر من فضلك، حتى يعني حتى أقصد الطلاب أو المستمعين يتابعون الأحداث، لأن أحداث عظيمة، هو هذا أقصد القصد أنه أكرر يعني. أي عزيزتي تفضلي. لأنه أنا كان في مرة قبل أي هالشي، قبل التواصل معه، كانت جاتني صورة بالليل، حدا جاب لي بالله، صورة كائن لونه أزرق، أي وسألت قالوا لي هذا من البليديان، نعم، بس ما عرفت، بس لما شفت أنا وأنا على النفق شفت المركبة شفافة وشفت فيها نفس الكائن، نعم، عرفت أنه هو، حسيت أنه هو هذا اللي حتواصل معه. أي نعم، ولما فتت تجاوزت، حتى كانت سفرة عادية جدا صراحة، أول مرة أي تعديت النفق وطلعت، وكانت مفاجأة أني لقيت الكائن الأول إجا،
اللي بالجلسات الأولى العادية والله خلينا نسميها. كان معي إيه في أول جلسة وهذا، إيه وكانت المركبة صراحة جميلة جدا، يعني المركبة الثانية الآن. ثانية في فرق بينها وبين الأولى، الله، ممكن تصف فيها؟ هي كلها شفافة صراحة، حتى اي في القاعدة محطوطة اي طاولة مثل كريستال اي وجواتها مثل كريستالات بالألوان عم تلف أو عم بتدور بشكل غريب، يعني شكل حلو. نعم. طيب الجلسة واضحة جدا مثل ما أنا أحكي كانت معاكي؟ واضحة أول يوم اي كانت واضحة، حتى قعدنا لما جينا نقعد طلعوا كراسي من يعني خلقوا كراسي نعم، وقعدنا حوالين الطاولة، وبعدين مدهش. ورجاني الأجهزة، كان في جهاز كرسي وجهاز تاني مثل اللي كنت بعمله، بس قال لي لا مختلف، نعم، مثل جهاز زجاجي بكون أنا جواته مثل سرير، بس ما عرفت صراحة شو بيعملوا الأجهزة، ما عرفت لحد الآن. هذا أول لقاء معه. أول لقاء، أي بعدين نعم، صرت لما أجي أعمل الجلسة صار يعني بحس الجلسة طويلة جدا وبيجيني وجع ظهر قوي كتير، اي طاقة قوية اعتقد يعني من عندك. قوية جدا، حتى ما بقدر يعني ما بقدر من الألم تبع ظهري، ما اي بتحمل الألم قوي نعم. ظهري، وبنام بالجلسة وهو ما انت بعرف. قبل التسجيل قلتي انه بعدها، يعني انت بالجلسات تنامين اقصد في لقائك مع الكائن الثاني. ما بعرف إمتى نزلت، بنام في الجلسة، بنام لما بطلع، يعني حتى الطلعة بتكون يعني غريبة جدا، يعني بلاقي الوقت طويل جدا وما بعرف، هو بكون بنام وبصحى أو بغيب ما بعرف شو بيصير، بس هو لما سألت له قال لي لأنه الطاقة عالية جدا عليكي. لا، بحيث أعتقد، هل هو قال لك إنه هذا مش نوم في الحقيقة، أنت موجودة هناك؟ قال لك هذا لا هو في جلسات، أو لا هو أنت قال لي أي بالليل لما بتنامي، لما بتكوني انت نايمة بالليل انت بتيجي لهون، بتكوني معانا حتى بدون جلسة؟ حتى بدون جلسة. الله، عجيبة. وشرحوا لي انه الكائن الاول نعم، هو موجود لانه مثل بي هو اللي هو لانه ليش هو اول واحد التقيت معه، لانه هو اللي عنده الامكانيه انه يفتح لي الوعي، يرفع لي الوعي، نعم، أي مشان هيك ممكن اتصل احنا فيه نسميه المستوى الأول، يعني ممكن من المستوى الاول، أي حتى مشان هيك اتصل فيه تواصل معي الكائن الاول هلا شي اسبوع تقريبا، أي قال لي لازم اليوم بتطلعي عندنا، قلت له بدي اروح على المركبة الثانية، قال لي بتيجي وبعدين انا باخذك على المركبة الثانية، قلت له اوكي. لما رحنا لنفس المكان اللي كنا بنروح عليه، أي مثل مكان اللي نفس المكان؟ لما كنت بروح للمركبة الأولى كنا بنروح مثل فوق الأرض فوق وبنجلس هناك، الأرضي وتجلسون هناك في ذلك المكان، بنجلس موجودة جلسات. إيه، ووضحتي هذا. إيه رحنا هنيك وعملنا الجلسة أول مرة نعم، وما فهمت شو اللي صار، بعدين قال لي إنه هيك مثلا هيك بيفتح مثل بتلتقي طاقتي وطاقته أو روحنا بتلتقي أي بيعلى عندي أنا الوعي أكثر، بيساعدني. وتكونون ضوء واحد وتذهبون إلى الكائن الثاني. لا بعدين لا بنضل ضوء واحد، بعدين بنروح بنطلع من حالة التأمل وبنروح. الاثنين أنتم كضوء واحد تذهبون إلى لقاء الكائن الثاني. لا لا بعد ما نخلص ممكن أنا في هالجلسة باخد شي من عنده، أها، طاقة إضافية. نعم، بعد ما نخلص الجلسة بياخدني هو، ومن يأخذك بعد لفين؟ يأخذك لفين؟ للمركبة الثانية، للثانية، يعني هو حتى ما معاكم بيكون يكون معي، ولا فقط بيكون معي يوصلك؟ لا بيكون معي، بضل الله، معاه أنتم ثلاثة تكونون. حتى معه، هو معه هذا معه 2 رجال ومعهم مرة واحدة، عجيبة، سيدة سيدة نقول إحنا. إيه سيد معهم أنا وأنت. طيب، وهناك أنت تقولين تنامين الآن ولا بس عندما؟ حتى امبارح عملت جلسة، اي طلعت عند المركبة الأولى
وهالمرة ما رحنا على رحنا على مثل معبد أو شيء. المركبة الأولى اللي هي المرة نقول الجلسات السهلة، خليك اللي نسميها. كنا بنس طلعت على أي السريع، طلعت أي وحتى الكائن الأول ما من غير ما أتعدى النفق أها أطلع الغلاف الجوي تبع الكرة الأرضية بلاقيه بيجي الله. أي من غير ما أتعدى النفق، ذهبت إلى فين؟ مثل معبد أي هناك فين عندهم هذا المكان؟ الكوكب. قصدك في كوكب آخر؟ الكوكب اللي كنت بروح عليه، آه كوكب بتاعكم البليديان. رحنا هناك مثل المعبد نعم وعملنا نفس الجلسة، بس كانوا الله. معانا كانوا مثل كائنات تانيين أي هم اللي كانوا مجهزين الجلسة. أيضا بليديان. ما أخذت بالي منهم صراحة في أي مدهش هذا. أي ولما هلا متعودة ديك الطاقات بتوصل على مكان نعم وتتحد وتضل. هالمرة فات هذاك الضوء حسيت انه مثل احنا اللي طلعنا فتنا هذيك المرحلة الاولى وطلعنا مرحلة مكان اعلى وكبر وخلق شي شغلة تانية بيناتنا. مين الضوء قصدك؟ فقط لو توضحين الآن. أنت في ذلك المكان الذي هو معبد، هلا احنا ومعاكم كائنات أخرى، تمام؟ بنقعد مثل جلسة تأمل، أها بعدين بنطلع بحس حالي مثل ضوء الكل طلع الكل أنا وياه أنت في وهذا مقابل، الكائن الأول. بنقعد مقابل بعض. بعدين أي في جلسة تأمل أي شفت حالي أنا طلعت ضوء الله. أي وهو طلع ضوء، نعم وبنوصل لمرحلة وما بعرف شو بيكون في مثل ضوء، وبنتحد أنا وياه وبنصير ضوء واحد. وبعدها ماذا يحدث؟ وبعدها طلعنا امبارح طلعنا فتنا هذيك المرحلة اللي بنكون فيها دايما ذاك عند الضوء الأول، وطلعنا وتخلق بيناتنا ضوء ثالث، صرنا انخلق ثلاثة بيناتكم ضوء ثالث. ضوء ثالث أنا وياه، وصار ثلاث ما بعرف كيف. طيب أنت في تلك اللحظات، يعني أنت ممكن نقول من أنت؟ كيف تعرفين نفسك؟ يعني أنا أنت ضوء مثلا ضوء مش أنت في ككائن بشري؟ لا مش هذا. أها طيب واسمك وحياتك في الأرض، يعني لم تعد، لا 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 ما تكون الوعي هذا. لا لا الله مدهش. وأيضا تنظرين وتشعرين وتفكرين وهيك يعني. صح. بعد أي ما خلصنا الجلسة ونزلنا خلصت الجلسة لا أنتم وخلصت، أصبحتم ثلاثة الآن، أين ذهبتم؟ لا ضلينا هنيك، بنضل هنيك وبعدين بننزل أها بيرجع كل أصبحتم واحد ثلاثة مع المجموعة يعني. بنرجع كل واحد على الجسد تبعه، بس الطاقة اللي انولدت أي بيناتنا ما جسد؟ عرفت شو الجسد هي. الأرضي أنت يعني قصدك لا هذا؟ لا بكون في بليديان، ها جسد بليديان. بليديان. اي اها يعني اصبحتم ثلاثة، وبعدها الكائن الثالث اختفى ورجعتم ما اثنين. رجعنا كل واحد رجع لهذا، ممكن تولد الطاقة عجيبة. بيناتنا أو شيء، ما اها عرفت شو اللي صار. هذا مدهش. ما لأنه بس رحنا على المركبة الثانية، اي بعدها يعني ذهبت الى المركبة الثانية المركبة ام الثانية لا بعد بعدها ما رحنا على المركبة الثانية مثل لهذا هذا الكائن التمرين، الثاني؟ اي مثل كأنه تمرين بعمله قبل ما أروح لهنيك، أي بس بلش لي بالجهاز الأول نمت. الكائن الثاني. أها نمتي مباشرة. نمت ما تذكرت. طيب عندما تقولين نمت، يعني هل مثلا بعدها تفتحين عيونك تجدين لا لا خلاص الصباح؟ للصبح ها تجدين الصباح يعني. الصبح أها بنام للصبح. ولا تتذكرين كل الأحداث. لا 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 أتذكر، ما آه. أتذكر. وأنت قلت أيضا مرة أخرى يعني قبل التسجيل، قلت إنه كأنه بالتقائك بالكائن الثاني كأنه يتوقف الزمن. ما بعرف شو بيصير صراحة من عند النفق. أي هلا النفق لما بوصل عليه بتحد معه وبمشي أنا وياه، يعني ضو واحد بنصير أنا والنفق أي العادي، بس لما بوصل بالجلسة لهذا الجديد لما أي بوصل على النفق بصير مثل بغيب، وبرجع بلاقي حالي لساتني عند النفق، وبدخل شوي وبلاقي وبغيب كمان وبرجع بلاقي حالي لساتني جوات النفق، أي ولا أطلع ما بعرف شو بيصير. ما بقدر ما أنا ما عندي إلى أن تفسير. تجديه هو في النفق الضوئي، هو والمركبة.
لا، وبعدين بعد ما خلص النفق بطلع، بس بيكون يعني تطلعين فين تطلعين؟ على المركبة، بدخل بعد للمركبة النفق تجديه بعد موجود يعني النفق الكائن موجود. ما الثاني. أنا بكون شايفته قبل النفق، بكون شايفته موجود، الله، ايه بس بيكون ما بعرف هو بيوقف الزمن، هو شو بيصير ما بعرف صراحة، بس عجيبة. بتكون طويلة جدا يعني، بحسها يعني طويلة ماذا تقصدين طويلة جدا؟ يعني سفرك من خلال النفق؟ بحس الجلسة، أنا بحسها المدة طويلة يعني، مثلا في النفق يعني دقائق، ممكن ثواني لا يعني في بطلع الجلسات انت الاولى انت كنت دقائق وتسافرين، تمام، بسافر. لكن في هاي الجلسات الجديده بلقائك أنا ما أشوف بالكائن الوقت، أنا ما أشوف الوقت، في بس أنا الجلسات بحس الاولى البسيطه نسميها ما تشاهدين الوقت، يعني سريع وتنتقلين. سريع، سريع جدا يعني، السريع بنتقل، ما عندي ولا طيب مشكلة. بلقائك بالكائن الثاني كانه عندما تدخلين بالنفق يصبح بطء بالزمن كثيرا. بحس، أنا بحس إحساسي إنه طولت كتير، حتى بحس بملل يعني من كثرة، بحس الوقت طويل جدا يعني، مشان أمر من هون لهنيك اي بحسها طويل جدا. هو أول ما يعني اي ما بيبعت لي طاقة وبحسه وبشوفه موجود، وهذا بيبلش هالفيلم، ما اها بعرف هو طاقته، طاقته لأنه هو ممكن جاي من بعد أعلى، ما بعرف اي عنهم، انت قلتي ما إيه، بعرف. هو يعيش في بعد اعلى يعني. طيب هو ما حذفت اي يعني نقول كلاميات بالافكار، يعني هل لا عرف نفسه بيتواصل معي، اكثر؟ اي يتواصل. لا بيتواصل معي، بيتواصل معي حتى أو أي وقت بفكر فيه بيكون حاضر يعني، بتحضر صح، طاقته، بحس فيه اي أي شيء مثلا بسأله بيجاوبني. عجيبة. كمان عنده اها طاقة حلوة جدا، وطاقة حب عالية، و يعني وهو طاقته الذي قال حلوة. لك هذه السنة فيها تميز أعتقد. هو اللي سألته إيه قلت له كيف حتكون، سنة 2023؟ قال لي حتكون سنة فاصلة آمين، وسنة لكل عظيمة شخص، إيه لكل سنة شخص. فاصلة لكل شخص يعني، يا إما هون يا إما هون. نصعد نصلي إن كلنا شاء نصعد الله. نقول هذا، نعلن السلام والكل يصعد. نعم، والكل نضع ثقتنا يعني بالكون وبطاقات الخير، إن كل البشر، نعم كل البشر هكذا رجاء نصلي يصعدون. أي نعم، ونعيش كلنا حياة المحبة والسلام والأمان. طيب أنت تشعرين، أنت بالنسبة لك قلتين أنه هاي السبب بالنسبة لك خاصة جدا، أنت بالنسبة لك كيف أنا تشعرين فيها؟ بحسها، أنا بحس طاقتها أي حلوة جدا، بالنسبة لحياتك يعني، مبسوطة فيها جدا صراحة. يعني بس هذه ممكن السنة الخاصة في كل سنوات حياتك على الأرض تعتقدين؟ ماذا تعتقدين؟ ممكن أم حتكون بداية أي جديدة لشي، الله، حسها السنة آمين، أي انطلاقة لشي شغلة حلوة. آمين يا رب، آمين. آمين. طيب نصلي لعائلتك الكونية للكائن الثاني، هو معانا الآن وفعلا هو طاقته قوية يعني حقيقة يتصل معانا الآن، هو فنصلي. اسمه تامويل، إيش اسمه؟ تامويل تامويل. أي رائع جدا، نصلي من أجل أخونا هذا الكائن الضوئي تامويل، يستلم محبة الأكوان وقوة الأكوان وبركات الأكوان باسم الضوء. أيضا نتصل معه بالمحبة الأبدية، ونقول أيضا هذه أختكم تباركوها وهو أيضا يباركك. نتصل مع هذا الكائن الضوئي تامويل بالمحبة، ونتحد معك بالمحبة ومع شعوب البليديان بالمحبة الأبدية. نصلي من أجل عائلتك الكونية، كل يعني أقربائك، عائلتك، والدك، والدتك، الناس كانت الفيديو اللي أنت تلتقين معهم، نصلي من أجلهم يمتلون بالخير والمحبة، وهم أيضا حقيقة يباركوك ومهتمين فيك ويحبوك. أي نعم، أنت يا عزيزتي قائدة كونية، نصلي من أجل عائلتك الكونية، تمتلئ عائلتك الكونية بكل المحبة وكل الخير. يا كائنات البليديان نتصل معاكم، استلموا كل خير الأكوان، نقولها الآن كمجموعة، استلموا كل خير الأكوان، استلموا كل محبة الأكوان، ونتحد معاكم في تأسيس حياة السلام، حياة الأمان. وأيضا نصلي من أجلك يا أختي، استلمي كل
كل المحبة الكونية في هذه السنة، وهذه السنة نصلي تكون سنة جدا رائعة، بل أكثر من رائعة. المعجزات والمحبة والسلام والخير يزداد في حياتك وحياة عائلتك، وأيضا تصعدين بسفرات عظيمة والصعود بالجسم، ونحتفل بصعودك. نعم نحتفل كلنا بصعودك، والأكوان يا عزيزتي فخورة بك، بك وعائلتك تحبك مرة أخرى، تباركك كثيرا ومهتمة فيك. الكون يباركك ويحفظك. استلمي ضوء الأكوان، والأكوان تعلن أنت قائدة كونية. الأكوان تعلن أنت قائدة كونية. آمين آمين آمين.